برضو احنا مش هنتدخل في البشر. احنا ولا في نفس الوقت نرسم هذا طريقا لعلاج شيء. لا هنعمل كده ولا هنعمل كده، انما الاعمال بالنيات ده اللي نقدر نقوله، لانه هو حسيبه ربه. ساعات الواحد يضحك على روحه، فيجي واحد يقول لي انا دلوقتي لو ما عملتش كده مش هجتمع مع زوجتي، فانا بعمل كده دفعا الى ده. فبقول له ممنوع، روح للطبيب يا اخويا يرشدك، ولا للمرشد اللي بتاع الزواج، ولا ده اعمل اللي انت، لكن ترتكب الحرام عشان تتوصل بيه الى الحلال، لا بلاش منه. ام واحد تاني يقول لي بس ده انا اصلا انا غايب، واذا ما عملتش كده هزني. الكلام ده ما تقوله ليش انا بقى، الكلام ده تقوله لربك يوم القيامة. انا ملياش تدخل، انا اللي عرفته قلته، لكن حضرتك تقول الكلام ده امام الله. الله بقى هو اللي مطلع على الحقيقة، وهو اللي مطلع على النيات، وهو اللي يعلم كده. طب واحنا بنقول ايه في الدنيا؟ اقفل البوابة دي كأنها لم تكن. ما طول عمر الناس موجودة كده، ايه اللي يفتح عليك هذه البوابة؟ ايه اللي يخليك اصلا تتفرج علشان تستغني علشان اصلك بعيد ولا قريب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. أدي اللي أنا أعرفه.